غندخلوا غنلقاو دوك الناس جالسين، هل في ذلك اعتراف به؟ لا. لماذا؟ لانه في المحافل الدوليه كما جاء ذلك مصدر في بيان ديال وزاره الخارجيه، تلتقي دول احداها لا تعترف بهذاك الذي يقترح نفسه دوله. احنا عندنا مشكل مع هاد الناس. لماذا؟ وهذا هو اللي علاش انا قلت للسي تيجيني قبيله، واش ندخل الشق الثاني ولا بلاتي؟ لان الشق الثاني هو اللي فيه هاد الاسئله الحارقه وبغينا نجاوبوا عليها، ولكن مزيان اللي طرحتوها نتوما. اليوم ملي تندخلوا حنا لهاد الاتحاد الافريقي، لاننا انسحبنا من منظمه الوحده الافريقيه، تساؤلات. هل الخيار ديال المملكه في اتخاذ قرار في تلك اللحظه بالانسحاب من تلك المنظمه، وهل كان قرارا محسوبا ام قرار غير محسوب؟ قرار العوده الى البيت الافريقي كان محسوبا. علاش؟ لاننا اليوم ندخل الى الاتحاد الافريقي ونحن نعلم بانه يحمل تركه مخلفات اعطاب منظمه الوحده الافريقيه. شنو هي مخلفات منظمه الوحده الافريقيه؟ اولا انها، لاحظ معايا، خلقات هذيك الايديولوجيه التي كانت تسيطر على المنظمه، خلقات 14 نزاع جهوي، ليس فقط نزاع واحد. خلقات ولكن هذا النزاع ديالنا حنا بحال دابا ملي تتبغي انت تلعب مثلا مع شي فرقه، غتلعب مثلا نقولوا شي فرقه كبيره في اسبانيا، برشلونه، الاعلام كله تيتحط على البارسا، ولكن ملي تمشي تلعب مع شي فرقه صغيره ما يجيكش الاعلام المطلوب. هذا راه المملكه المغربيه محطوطه عليه العين. المغرب يعود، جلاله الملك دار 47 جوله، دار اتفاقيات، جاي الاتحاد الافريقي، كيفاش فلت لهذوك المربع اللي كان تيسيطر على الاتحاد الافريقي؟ كيفاش ان الجزائر اليوم تتكتب بوتفليقه، تكتب كتابه بانه يتمن عوده المملكه المغربيه؟ هذا راه الجزائر التي كانت تمول بوليزاريو. فهو ما شنو ما بعد العوده؟ لان دابا مزيان رجعنا، ورجعنا يعني كما كنقولوا بالعز والكرامه ديالنا، جميل جدا، ولكن اللي كيهم الان هذه المعركه الان، يعني هي كانت معركه يعني العوده من بعد. دائما كنذكروها جلاله الملك كنمشي 47 زياره ل 26 بلد افريقي، مشى حتى لشي بلدان اللي ما عندهمش حتى العاصمه، احتراماتنا لهذه البلدان. فيعني الامور ما جاتش من فراغ. وقع استقطاب لهذه الجبهة مباشرة بعد المؤتمر الثاني لجبهة البوليزاريو من طرف ليبيا والجزائر، وإذاك الآن المغرب مطالب برفع الوصاية عن ورفع أيضا الوصاية عن سكان المخيمات ووضعهم تحت الوصاية الأمم المتحدة، وأيضا إحصاء اللاجئين، وعندما يكون له ورقة صفة لاجئ له حرية التحرك. حرية التحرك هي التي لا يريد لها، لأنه مع كامل الأسف وسأنهي ستي جيني، أن هناك فصل 31 و32 من دستور البوليزاريو يحرم النقابات ويحرم الأحزاب. صفة لاجئ ووضع الأمم المتحدة ستتيح، ستفتح باب الحرية أمام المحتجزين.